صباح الخير مستمعي الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح. أسعد فيه باستضافة المدير العام لبورصة الجزائر السيد يزيد بن مهوب. صباح الخير سيد الكريم، شكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير لمستمعينا وتحية طيبة. شكرا لك سيد يزيد بن مهوب. اليوم هناك ديناميكية جديدة للرفع من أداء الاقتصاد الوطني وتمتين أسسه، هناك عمل عمودي وأفقي اتخذته السلطات العمومية على مستوى التشريع، كان أبرزه قانون الاستثمار، إجراءات أيضا تحفيزية لفائدة المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين، دعم النمو والإنتاج الوطني. البورصة هي من بين الأدوات والمعايير المهمة في الإنعاش الاقتصادي، ما هو دورها الآن في الاقتصاد الوطني؟ شكرا. يعني الحديث عن هذا الأمر هو بطبيعة الحال يحيي بأنه فيه انتقال يعني من نظام تمويلي نقولك يعني كلاسيكي اللي كان يرتكز أساسا على التمويل البنكي تقريبا بأكثر من 90% لمع احتياجات الاقتصاد الوطني، ولكن الآن بدأنا في تفعيل أدوات تمويلية أخرى، ولاحظنا أنه الآن فيه يعني ظهور لدور أكثر لصناديق الاستثمار مثلا، فيه كذلك دور يعني محاولة إعادة بعث بورصة الجزائر كذلك عبر يعني السوقين، السوق الرئيسي والسوق الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وفيه كذلك مشروع لفتح السوق للشركات الناشئة. فكل هذا يعني ينصب في أو يهدف إلى إعطاء الاقتصاد الوطني كل الإمكانيات وكل الوسائل اللازمة لإقلاع يعني اقتصادي يأتي أو يعني يذهب بالجزائر إلى أرقى المرتبات. نعم، سنفصل في كل هذه النقاط. بورصة الجزائرية مقياس الاقتصاد الوطني، أنتم بشرتم جملة من الإصلاحات في هذا الهيكل المالي المهم، ما هي حصيلة هذه الإصلاحات التي بشرتها بورصة الجزائر؟ يعني الإصلاحات، أولا البورصة هي أداة مالية ربما تختلف نوعا ما عن الأدوات المالية الكلاسيكية عن البنك مثلا، لأنه البورصة هي سوق كباقي الأسواق، يعني فيه لقاء بين حاملي مشاريع، شركات صغيرة كبيرة متوسطة عمومية أو خاصة، ومن جهة أخرى كذلك مستثمرين لديهم قدرة مالية يريدون توظيفها يعني في مشاريع اقتصادية انتظارا منهم يعني ربحية في آخر السنة. ففي هذا المطاف يعني كان فيه إصلاحات أولية. البورصة أولا أنشئت في 97، قوانين البورصة تعود إلى سنة 1993. كان فيه أول يعني تعديل للقانون في 2012 بحيث تم إنشاء سوق خاص بالشركات الصغيرة المتوسطة، لأنه المعروف كذلك أنه السلطات العمومية تريد خلق نسيج من الشركات الصغيرة المتوسطة لتكون يعني كأداة يعني وسيلة لرفع من أداء الاقتصاد الوطني. هذا إذن كطريق كإصلاح أولي، ومن بعد أتت إصلاحات أخرى، ولكن أبرزها أظن أنها هي الآن الهدف إلى جعل بورصة الجزائر بورصة رقمية. في هذا الإطار قامت وزارة المالية في سنة 2017 بإبرام اتفاقية مع شريك يعني أجنبي لاقتناء نظام تمويل، نظام تداول جديد، نظام معلوماتي جديد يرتكز يعني على التكنولوجيا، الذي سيسمح يعني في المستقبل ل يعني شراء أو بيع الأسهم والسندات مباشرة باستعمال يعني الانترنت عبر الهواتف النقالة أو يعني محطات الكمبيوتر. إذن هذا يعتبر كذلك هدف أساسي، وفيه كذلك إصلاحات أخرى يعني خاصة بربما تسعيرة البورصة، كيفية يعني تقديم الأوامر الشراء أو البيع، كما فيه كذلك يعني من جانب آخر يعني حركية تخص بما يسمى بتكوين
يعني لبروفيسيونال دو مارشي. في هذا الصدد كذلك نريد أن تكون يعني خلق نظام بيئي خاص بالبورصة، لأن البورصة لا تستطيع أن يعني تقوم بمهمتها بوحدها، فهناك وسطاء، هناك محللين، هناك مرقي البورصة، هناك كذلك الشركات، هناك المساهمين. إذن كل هؤلاء لديهم دور في تفعيل البورصة. ولكن الأجدر يعني يجدر أن نشير بأنه يعني السلطات العمومية أعطت قامت يعني بتعديلات كثيرة، خاصة فيما يخص مثلا النظام الجبائي الخاص بالبورصة، بحيث أنه كل الأرباح مثلا المجنات في البورصة معفت من الضريبة، الشركات التي تدرج نفسها في البورصة تتحصل على تخفيضات ضريبية. إذن كل هذا يعتبر كذلك كدعم من طرف السلطات العمومية لجعل من البورصة أداة يعني تمويلية محظة كباقي الاقتصاديات في العالم. نعم سيد نوهو، برغم كل هذه التحفيزات إلا أنه أداء البورصة أو هناك عزوف أو عدم إقبال للمستثمرين على التمويل عن طريق البورصة، مثل ما تفضلت في أول سؤال أنه 90% من التمويلات الاقتصاد الوطني هي تمويلات بنكية. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة تصحيح هذه الاختلالات وتفعيل مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني، لأنه هناك الآن كما قلنا التمويل يذهب نحو أو الممولون المتعاملون الاقتصاديون يلجؤون يتوجهون نحو البنوك العمومية خاصة. هل هو جهل بأدوار البورصة أم عدم توفر الميكانيزمات، لأن البورصة يفترض أن تكون نقيض للبنك؟ لا، نحن لا ننطلق من هذا يعني من هذا المبدأ. البورصة ليست نقيضة للبنك، لأنه أولا البورصة الآن هي ملك للبنوك، يعني مساهمي أو البورصة رأس مال البورصة هو ملك للبنوك، خاصة البنوك العمومية، وكذلك ملك للوسطاء، الوسطاء البورصة. فنريد الآن أن نجعل من البورصة كمتمم لربما للتمويل الكلاسيكي. هذا في حد ذاته ليس اختلال سيد موهوب؟ لا نعتبره اختلال، ولكن يعني عندما نلاحظ أنه في الآونة يعني الحالية علينا يعني البحث عن تجنيد كل وسائل التمويل. وبالتالي البنوك، نعرف أن البنوك خاصة البنوك العمومية تقوم بمجهود جبار يعني لدفع بحركية الاقتصاد، ولكن لاحظنا أنه مثلا في سنة السداسي الثاني من سنة 2014 عندما تهاوت أسعار البترول كان فيه يعني مباشرة أثر على السيولة البنكية التي انخفضت بأكثر من 76%. من هذا المنطلق يجب الآن يعني تحريك وسائل التمويلات الأخرى للسماح يعني للبنوك أولا أنها نقلل الضغط على المنظومة البنكية، ولكن التي ستقوم بطبيعة الحال يعني بدور أدوار أخرى، ولكن يجب أن تكون كما قلت يعني فاعلين في نظام البيئي للبورصة، يكون عندهم أكثر نشاط. على سبيل المثال صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار لديهم دور في تمويل الشركات يعني بأخذ حصص، ولكن لديهم كذلك دور آخر هو هيكلة هذه الشركات وإعطائها ربما أو حملها نحو حوكمة جديدة أكثر نجاعة. وهذه الحوكمة هي التي تسمح لهذه الشركات أنها تدخل للسوق أو سوق الأوراق المالية، لأن سوق الأوراق المالية سوق تقني لديه شروط، لديه متطلبات. فهذه المتطلبات يعني يجب في البداية أن نهيئ يعني الشركة لدخول البورصة. والمعروف أن الشركات المهيكلة هي الشركات العمومية اللي هي الأكثر هيكلة من الشركات الخاصة. الشركات الخاصة أغلبها شركات عائلية. الشركات عائلية، والمعروف كذلك أنه الشركات العائلية لا تريد أن تفتح رأس مالها، لأنه مبدأ البورصة هي فتح رأس مال أو بيع جزء من رأس مال لمنخرطين أو مساهمين أجانب عن العائلة. إذن هذا ربما كذلك واحد من المعيقات. المعيقات نقول ربما الثقافية التي لا تعطي الفرصة للشركة أنها تكبر، ولكن نحن نحاول بالاقتراب من هؤلاء الشركات وإعطائهم يعني ربما
ربما مفهوم البورصة، ما هي الأهداف، ما هي ربما امتيازات اللي ممكن أنها تجنيها الشركة بإدراجها في التسعيرة. سنعود الحديث عن ثقافة البورصة. بورصة الجزائر سيد بن مهوب يزيد اليوم هي أكثر انخراط في خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية المرحلة المقبلة لتحريك تواليب الاقتصاد الوطني بسرعة القصوى. الدليل أنكم أعلنتم قبل أيام عن مشروع طموح لإنشاء سوق خاصة بتبادل الأسهم وتمويل المؤسسات الناشئة لدعم تأسيس ونمو مثل هذه المؤسسات، مثل ما جاء في تصريحكم. ما هي تفاصيل هذا المشروع وما هي معايير الاستفادة؟ كما قلنا في البداية أنه الهدف هو جعل البورصة يعني أداة أو وسيلة تمويل عادية بالنسبة للاقتصاد الوطني. ففي السنوات الأخيرة، خاصة في 3 سنوات الماضية وبدفع يعني من السيد رئيس الجمهورية، كان فيه خلق الآن نظام بيئي خاص بالشركات الناشئة، الشركات المبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا. والمعروف أنه نلاحظوا أنه في مثلا في البلدان المتقدمة أنه مثل هذه الشركات يعني لديها نمو سريع، ويعني تؤثر تأثير كبير إيجابي على كل المحيط. وبالتالي وجود هذه النظام أو خلق هذا النظام البيئي الجديد، بخلق أولا وجود وزارة خاصة بالشركة الناشئة، صندوق استثمار أنشئ من طرف يعني السلطات العمومية للانخراط في هذه الشركة الناشئة، هذا يعني يوحي بأنه أصبح من اللازم خلق كذلك فرص لهذه الشركات مستقبلا إلى ولوج عالم البورصة. لماذا؟ لأنه صندوق الاستثمار، يعني صندوق الاستثمار الخاص بالشركة الناشئة، وكذلك لا ننسى أنه فيه 58 صندوق استثمار ولائي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. فكل هذه الصناديق يعني عندما تدخل مفعلة، وعندما تدخل في يعني رأس مال شركة من الشركات، هي تنسحب بعد مدة. ويعني أفضل طريقة لانسحاب الصندوق من هذه الشركات هو إدراجها أو عبر البورصة. إذن نريد من خلال إنشاء هذا السوق الخاص بالشركات الناشئة، نقول التي تتميز والتي يعني بوجود سوق وبدأت يعني بجني ربما الأرباح، سوف تسمح لها، تسمح للصناديق يعني بالانسحاب من جهة. من جهة أخرى، هذه الشركات كما قلت أن لديها نمو سريع، تحتاج إلى تمويل سريع وبكميات بأحجام كبيرة، فالبورصة ممكن أنها توفر هذه الإمكانية. ولا ننسى كذلك أنه الهدف كذلك هو السماح لهذه الشركات تكون معروفة على المستوى العالمي، وللمال أنها يعني تذهب للبورصات العالمية أو الأسواق العالمية، تصدير يعني منتجاتها خدماتها. لدينا نموذج شركة يسير الآن التي رفعت أكثر من 150 مليون دولار يعني السوق العالمية. إذن نريد أن هذه الشركات نعطي لها الفرصة لكي تكون يعني الشركات رائدة قاطرة للاقتصاد الوطني الآن الذي فيه يعني تغير من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفة بحت. نعم، هناك تحدث عن 58 صندوق مفعل بكل تأكيد، ولكن هو غير مدرج الآن في البورصة. بالنسبة لمعايير الاستفادة بالنسبة للشركات الناشئة والمتوسطة، الشركات الناشئة كيف ستكون معايير الاستفادة من تمويلات البورصة عن طريق البورصة؟ البورصة أولا ليست يعني إدارة، البورصة هي محطة تقنية فيه شروط، يعني شروط الإدراج. لأنه لماذا يعني نقوم بإيجاد هذه الشروط؟ لأنه كذلك لا ننسى أنه إذا كان فيه ممولين يعني مستثمرين، علينا أن نحمي كذلك المستثمرين من مثلا شركات ربما قد تكون وهمية، وشركات قد لا تكون يعني أرقامها يعني حقيقية. إذن وجود هذه الشروط يسمح للشركة أولا أنها تكون مهيكلة لدخول البورصة، ومن جهة أخرى حماية المستثمرين. وبالتالي وجود مثلا إنشاء السوق الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في 2012 كان فيه تبسيط لشروط الإدراج. على سبيل المثال، الشركات الكبيرة
لازم تفتح يعني على الأقل 20% من رأس مالها. بالنسبة للشركات الصغيرة المتوسطة نطلب أن تفتح على الأقل 10% من رأس مالها. إذن فالشركات الناشئة نعطي لها الفرصة بدخول البورصة بربما بفتح رأس مال أقل من 5%، لأنه الآن يعني هو مشروع تم دراسته من طرف يعني الأطراف المشتركة فيها البورصة، لجنة مراقبة عملية البورصة، وكذلك وزارة الاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة. إذن كان في حوار وإعادة النظر أو تبسيط الشروط الإدراج، وإن شاء الله يعني في عمليا سوف تسمح يعني هذه الشروط لأكثر من الشركات الناشئة التي مرت من مراحل الحضانة وكذلك الحاضنات أو وكذلك المسرعات أن تتحصل على تمويلات عبر البورصة. نعم، عمليا هناك الآن طلبات أم ليس بعد؟ فيه نقول يعني أنه عادة الشركات الناشئة في البداية تكون شركات يعني فردية على اسم يعني المبتكر، ولكن شروط الإدراج يعني تستلزم أن تكون الشركة ذات أسهم. إذن هذا ربما قد يكون لا نقول عائق ولكن سوف يسمح إجراء تقني ولكن يسمح كذلك بهيكلة الشركة، لأن الشركة ذات أسهم لديها جمعية عامة، لديها يعني كونسيل أدمينستراسيون، لديها مدير عام مجلس إدارة وغيرها، سوف يسمح يعني بحوكمة الشركة بطريقة عصرية. نعم، في ذات الإطار أيضا سيد المهوب، انخراط البورصة دائما في الديناميكية الاقتصادية، كشفتم عن الإعداد لمشروع لتطوير أدوات التمويل السندات متوافقة مع الشريك مع الشريعة الإسلامية من خلال البورصة، ماذا يعني ذلك؟ ما هو الهدف المتوقع أيضا من تبني هذا الخيار؟ كما قلت أنه الآن التحويل من نظام تمويل كلاسيكي إلى نظام تمويلي يعني جديد بورصوي يعتمد على السوق، لاحظنا أنه في 2020 كان فيه يعني بنك الجزائر أصدر يعني قانون أو ريغلومون اللي يسمح للبنوك الكلاسيكية أن تفتح شبابيك إسلامية، وفي سنة 2021 كذلك أصبحت شركة التأمينات قادرة على تقديم منتوجات تأمينية إسلامية التي تسمى بالتكافل. إذن نلاحظ أن الصناعة المالية في الجزائر بدأت الآن يعني في الظهور. إذن عندنا صيرفة إسلامية، عندنا تأمين إسلامي، إذن الآن لازم أصبح من الضروري كذلك إنشاء أدوات تمويلية أخرى عبر السوق تسمح أولا للممولين الحصول على من يريد تمويل يعني عمليات أو مشاريع عبر الأدوات المالية، وكذلك البنوك الإسلامية والتأمينات الإسلامية يمكن لها توظيف هذه الأموال في المشاريع. إذن هذا لا يكون ممكنا إلا إذا أدرجنا نوع آخر من الأدوات المالية الإسلامية المبتكرة المسماة بالصكوك، هي عبارة عن سندات ولكن يعني ربحيتها تعتمد على ربحية المشروع، ويختلف يعني مردوديتها تختلف بمردودية المشروع. إذن هذا كذلك مشروع آخر تم دراسته من طرف السلطات المعنية، وننتظر إن شاء الله يعني تعديل في قانون التجارة الذي سوف يسمح بقفزة كذلك نوعية. ولا ننسى أنه كل هذه التحويلات تهدف كذلك إلى خلق ما يسمى بالوصول إلى أهداف الشمول المالي التي تسمح لكل جزائري أنه يستعمل الأدوات المالية سواء الكلاسيكية سواء الإسلامية، وكذلك ربما إمكانية إدراج بعض الأموال المتداولة خارج السوق النظامية. وإذا اعتمدنا إذا يعني أضفنا التكنولوجيا في كل هذه المنظومة سوف يكون فيه يعني تغير جذري للمنظومة المالية في الجزائر، عصرنتها، وكذلك الوصول إلى يعني تحسينها في الأداء. نعم، الآن الهدف هو تفعيل أكثر لدور نشاط البورصة، يصبح أكثر إنتاج، في المقابل هناك بعض القطاعات المنتجة في النسيج الاقتصادي ككل لا ترغب الآن في الدخول إلى البورصة، الادخار أيضا بالنسبة للأطفال المواطنين
محدود، لا توجد هناك ثقافة بورصوية، هناك أموال ضخمة في السوق الموازية، ما هو السبيل لاستقطاب هذه الأموال المكنوزة؟ هل البورصة اليوم مطالبة باعتماد أساليب جديدة لخلق تصور نسقي وحقق مؤشرات إيجابية؟ بطبيعة الحال يعني الأموال المتداولة خارج السوق النظامية تعتبر عائق يعني كبير لتمويل الاقتصاد الوطني، فالهدف يعني كما قلت أنه كل إصلاحات في المنظومة المالية ترمي إلى يعني بغض النظر عن تحسين الأداء ترمي كذلك إلى جلب هذه الأموال، وبالتالي العمل على يعني الديجيتاليزاسيون أو رقمنة المعاملات المالية وإمكانية التعامل عن بعد وتبادل أو يعني الدفع الإلكتروني واستعمال البطاقة وغيرها سوف يسمح ل يعني كما قلت الوصول إلى أهداف الشمول المالي وجلب هذه الأموال. فالبورصة يعني هي من الأدوات بامتياز التي ممكن أن تقدم هذه أو تحقيق هذه الأهداف. لماذا؟ لأنه كل مواطن يريد مثلا يعني الاستثمار في البورصة من الضروري أنه يقترب من شبكة يعني وكالة من وكالة البنكية فتح حساب بنكي، وبالتالي يعني من هذه المرحلة تبدأ يعني إدخال الأموال في المنظومة البنكية وضخها في المشاريع يعني الإنتاجية أو مشاريع يعني خدمات على مستوى البورصة، سوف يسمح يعني بإنعاش البورصة وكذلك إنعاش الاقتصاد بإنعاش يعني دور الشركات. عموما هل غياب ثقافة، تحدثت عن نقطة مهمة، ثقافة الاستثمار البورصوي هي غائبة إلى حد ما، لا نمتلك هذه الثقافة ربما، هل غياب له ارتباط بهاجس الرقابة المراقبة بلي؟ يعني البورصة تقتضي الشفافية في المعاملات. في المعاملات وكذلك في الإفصاح المالي، ولكن نظن أنه الشركات المهيكلة كما قلت والشركات التي يعني تحاول أن تسير حسب القوانين أو الحوكمة يعني الناجعة يعني تقتضي أنه يكون فيه إفصاح، ولكن الإفصاح الذي تطلبه البورصة ما هو إلا يعني إجراء موجود في قانون التجاري الذي يقول أنه كل مشارك أو كل مساهم في شركة من الشركات لديه حق النظر وحق التحقيق في سيرورة العمليات لمعرفة أين تستعمل هذه الأموال. إذن نحن لم نقم بإنشاء يعني شرط جديد، ولكن استعملنا ما كان موجود، ما هو موجود في القانون التجاري. ولكن غياب ثقافة البورصة شيء واضح، ولكن قلت أنه نعتمد كذلك عن النظام البيئي الجديد للشركة الناشئة، لأن الشباب الآن ليس لديه يعني بعض التراكمات الذهنية السابقة، فهو مستعد لفتح رأس ماله. المهم أنه الشركة ممكن ينخرط بسرعة والوصول للأهداف المسطرة. سيد بن مهوب، هناك بورصة الجزائر تأثر نشاطها أيضا من تداعيات الأزمة الصحية سنة 2020-2021، هل عرفت قيمة المبادلات في قسم أسهم بورصة الجزائر انتعاش خلال العام 2022؟ فيما يخص يعني دور حجم المبادلات في البورصة، في السداسي الأول من سنة 2022 مقارنة بالسداسي الثاني من الأول من سنة 2021، بالنسبة يعني للحركة الإجمالية كان فيه يعني قفزة نوعية تفوق 244% من يعني الزيادة، وهذا راجع أساسا للنشاط على مستوى سوق سندات الخزينة الذي الآن يطغى على المبادلات، بحيث أنه الأموال المتبادلة عبر هذه السندات الخزينة تفوق 523 مليار دينار جزائري، إلا أنه سوق الأسهم الذي نريد أن يكون يعني أنشط مما هو عليه الآن، بما أنه فيه 4 شركات فقط مدرجة من الشركات الكبيرة على السوق الرئيسية عفوا، وشركة مصغرة على السوق الشركات الصغيرة المتوسطة، هذا يعني ربما لا يسمح لنا بوجود مؤشرات كبيرة قد تؤثر أو تعطي يعني نبض الاقتصاد الوطني. فعندما ترتفع عدد الشركات المدرجة سوف تكون لدينا مؤشرات، وتصبح البورصة بأتم معنى الكلمة واجهة للاقتصاد
الوطني. نعم هي بالفعل مرآة عكس الاقتصاد الوطني. هو هناك طلبات للاكتتاب على مستواكم؟ فيه طلبات، يعني الآن لدينا مفاوضات مع على الأقل شركتين مصغرتين يعني تريد الدخول في البورصة عبر الصندوق من صندوق الاستثمار العمومية. إذن إن شاء الله نود أن تكون يعني هذه العملية مجسدة في الواقع ربما في السداسي الأول من سنة 2023. نتمنى الازدهار لبورصة الجزائر وأنتم على رأسها السيد المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن مهوب. شكرا جزيلا على كل هذه الإثراءات والتوضيحات. شكرا على الدعوة. شكرا مستمعينا، إلى اللقاء.